الستة متاع العشية لحد 23 جويلية 2017، المكان المركز الثقافي الدولي بالحمامات، الموعد مع لا ديفا دي بلوز الأمريكية بيث هارت. سواعات قبل السهرية، الباند توصل لمكان العرض انطلاق التحذيرات، ووعود بسهرية تشعل مدارج الحمامات. Looking forward to it. We're gonna have a great time. Hope they do too. We're really looking forward to it. Heard nothing but great things about playing here. And the backdrop is a great scenery. We're just really looking forward to it. I understand it's sold out. So the show is sold out. So we just basically just want to have a lot of fun. Bring some good music to you guys. Right on the Mediterranean. How cool is that? A night in Tunisia. People are great. Food is great. Beautiful place. Come to the show and have a great time. بروفا بمساعدة فريق تونسي وكله في إطار نجاح سهرية من أبرز سهرات مهرجان الحمامات الدولي صيف 2017. الجمهور بدا يتوافد ساعات قبل موعد انطلاق العرض. صف طويل جيشي فرمي، عملية دخول الجماهير تنطلق قبل ساعتين من صعود بيث هارت على الركح. لا ديفا تختار الدخول من وسط الجماهير، مفاجأة لعشاق الأمريكية بيث هارت. فجأة ثانية كانت في الموعد، أمطار تتسبب في انقطاع الحفل، درج بعد انطلاقه انقطاع دام 10 دقائق ثم كانت العودة. كل عفوية وحب الجماهيرها وسحر بالمكان وبياسمين الحمامات، تغني تبدع تمتع عشاقها. الاخر amazing amazing بيث هارت speechless، ما عندي ما نحكي، ما عندي ما نعبر، برسمي حاجه من وراء العقل. تري بيان باسي و اكثر من اللي كنا نتوقعوا. جد بركه على الاورجانيزاسيون ياسر طياره و فرحاني amazing ويعطيها لك صحه ومريق المريق مكاو، فماش اكثر من هكا. بيث هارت البارح اليوم كيف كيف وي حلمه وحققناها. Elle était excellente. Vraiment, c'est une showwoman. Ça serait excellente. Excellente. So sing after me, okay? Yeah!
wish me luck, give me something, help me out. And I go there, I say, wish me luck, give me something, help me out. And I go there. سهرية مع الساول، جاز، بلوز، أكيد ستبقى في ذاكرة كل من أحضرها، ستبقى في ذاكرة مهرجان الحمامات الدولي في دورة 53.